مساء الخير مشاهدينا مشاهدي تلفزيون الحياه، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم طبيب الحياه. في البدايه نرحب باحمد، بعد كده نفتن هو هيتكلم عن ايه. ازيك يا احمد؟ مساء الخير يا رنا عليكم. مساء الخير على كل المشاهدين. هنتكلم النهارده على القهوه. اهم حاجه القهوه، ايه الجرعه اللي المفروض نشربها، قد ايه، لان بتشوفي ناس كتير قوي بيشتكوا من ضربات قلب سريعه، فممكن تكون بسبب القهوه. هي بصراحه حلوه ورهيبه يعني، بس معلش نقلل شويه. طيب قول لنا نصيحه. هنروح مع اول نصيحه النهارده اللي هنتكلم فيها على تحويل المسار المصغر، وهيكون هيكلمنا الاستاذ الدكتور محمد محمود ابو زيد استشاري جراحات السمنه بالمنظار. نشوف النصيحه ونرجع لكم تاني. اسئله كتيره بتتعرض لنا وبيجي لنا المرضى يستفسروا عن تحويل المسار المصغر. تحويل المسار المصغر من العمليات ذات تقنيه عاليه واللي ظهرت في السنين الاخيره. الحقيقه هي بتعتمد في بساطتها وفي نجاحها على ان بالمنظار بندخل بنصغر المعده، بنعمل جيب من المعده ونوصل الجيب ده بالامعاء على بعد 2 متر من بدايه الامعاء. طيب ايه الفايده؟ الفايده ان احنا بناكل كميه اكل قليله بتشبعنا، واول 2 متر من الامعاء ما بيمتصش فيهم الدهون والسكريات، وده بيؤدي الى نزول تدريجي في الوزن. تقريبا المريض بيفقد 80-100% من الوزن الزائد في خلال اقل من عام. طيب ايه علاقه تحويل المسار المصغر بمرض السكر؟ الحقيقه اثبتت الدراسات والدراسات اللي احنا عملناها كمان على الاف المرضى ان 80-90% من المرضى السكر النوع الثاني وليس النوع الاول تقريبا بينتهي خالص عندهم مرض السكر. طيب في بقيه ال 20% اللي ما انتهاش عندهم مرض السكر بيقل جرعه الانسولين، وفي ناس بيوقفوا الانسولين وبيرجعوا لاقراص، وزي ما قلنا في حوالي 80% بيوقفوا العلاج تماما. العمليه بتتم في اقل من ساعه، كل العمليات بتتم بالمنظار، وبنخرج من المستشفى بعد 24 ساعه. عاده بعد 4 ساعات بيقوم المريض من السرير ويتمشى، بيشرب في اول يوم، نقعد على سوائل اول كام يوم. الاعتماد على الفيتامينات اساسا في اول فتره بعد العمليه، والفيتامينات بتبقى عباره عن قرص حديد وقرص كالسيوم يوميا. الحقيقه يعني المفاهيم الخاطئه عن ان لازم اخد فيتامينات قويه وان هضعف وكل الكلام ده، الحقيقه انتهى بعد الوعي اللي بقى موجود دلوقتي في المجتمع بعمليه التحويل المصغر. عمليه ناجحه جدا، عمليه بتؤدي لنتائج هائله جدا من مرضى السكر. والحقيقه يعني الوعي كل ما بيزداد بالعمليات الجديده والتقنيات الجديده دي، كل ما بيساعدنا احنا كدكاتره ان احنا نساعد المرضى. اخر حاجه بنحب نقولها ان العمليه دي بتتم بالمنظار وليس بالجراحه. رجعنا لكم مشاهدينا، برحب بحضراتكم مره تانية. نروح سريعا لتقرير من داخل مراكز الهمامه. طبعا مراكز الهمامه من المراكز الكبيره جدا وفيها تخصصات كتير جدا. يلا نروح مع بعض نشوف التخصصات اللي موجوده هناك ونرجع تاني. هنا في قسم العلاج الطبيعي في مركز الهميمي، البيشنت عندنا او المريض بيستخدم اهم الاجهزه اللي احنا بنستخدمها علشان نسرع عمليه التئام الجروح او تسريع ان البيشنت يخش في المرحله اللي بعدها وهي مرحله التاهيل البدني، زي مثلا جهاز الليزر. الليزر دوت بيستخدم في حالات الالتهابات او الجروح فيما بعد العمليات او مرحله الالم الشديده او الالتهابات الشديده، بيسرع عمليه رجوع البيشنت للمرحله اللي بعدها وان الالم يقل بصوره سريعه. ده جهاز الالترا ساوند او الموجات فوق الصوتيه. الجهاز ده بيستخدم اكتر في حالات التيبس او السقوط فيما بعد العمليات او كده او الكسور، وكمان بيسرع ان الدوره الدمويه تزيد في المكان دوت ويرجع البيشنت يبتدي يتحرك بصوره اسرع. كمان جهاز التنبيه الكهربائي، وده بيطلع كذا نوع من الموجات الكهربائية، في منها نوع بيستخدم في تسكين الألم بصورة كبيرة جدا في حالات الألم الشديد فيما بعد العمليات أو ألم الظهر أو الرقبة أو ألام العضلات والإصابات العضلية في إصابات الملاعب وكده، في تأهيل للعضلات فيما بعد العمليات أو إصابات الملاعب. الأجهزة دي ومع برضو إرشادات الأخصائيين بتساعد أكتر إن البيشنت بصورة زمنية أسرع يخش المرحلة اللي بعديها وهي مرحلة التأهيل البدني، سواء في الصالة الرياضية أو الجيم مع مدربين التأهيل.
جهاز الكرايو هو احدث اجهزه التخسيس الموضعي، يتميز ان هو امن وفعال ومعتمد من هيئه الاغذيه والادويه الامريكيه. فكره جهاز الكرايو ان هو بيعتمد ان هو بيعمل تفتيت للخلايا الدهنيه عن طريق ان هو بيعمل تبريد للخلايا الدهنيه لدرجه حراره بتوصل لماينس 5 او 6 تحت الصفر، فبيساعد انه بيعمل موت للخلايا الدهنيه ويبدا الجسم يتخلص من الخلايا الدهنيه عن طريق انه بيخرجها مع العرق او مع البول. مميزات جهاز الكرايو برضو انه بيساعد لانه بيعمل تنسيق للقوام واعطاء للجسم بشكل مثالي، وبيعمل نحت للجسم. بيساعد جهاز الكرايو على شد الجلد ونعومته، فبيساعد على منع حدوث الترهلات بعد نزول الوزن. جهاز الكرايو مناسب لجميع الاعمار ولجميع انواع البشره. مميزاته ان المريض بيبدا يلاحظ النتيجه من اول جلسه، بتوصل النتيجه من الجلسه الاولى لحوالي 40% وبتستمر لمده 3 شهور. بننصح المريض باستخدام جهاز الكرايو، جهاز فعال امن بيساعد المريض للوصول للوزن المثالي وقوام رشيق وممارسه حياته بصوره طبيعيه. مركز الحميمي في قسم الجلدية احنا بنستخدم افضل اجهزة واعلاها كفاءة. اول جهاز نتكلم عنه هو جهاز ليزر ازالة الشعر. الجهاز ده بيتميز ان فيه نوعين من الليزر، اول نوع اللي هو الالكسندرايد المناسب للبشرة الفاتحة، تاني نوع الاندياج المناسب للبشرة الاغمق. الميزة في الجهاز ده ان هو كده هيضمن لنا اعلى نتائج واحسنها وافضل وفي اقل عدد الجلسات، وفي نفس الوقت بدون اي مضاعفات. كمان بنقدر نستخدمه في ازاله الشعيرات الدمويه. تاني جهاز هنتكلم عنه هو جهاز الفراكشنال ليزر. فراكشنال ليزر CO2 ليزر بنستخدمه طبعا لنضاره الجلد وازاله التصبغات، بنستخدمه كمان في المسام الواسعه وعلاجها، وبنستخدمه في ازاله الزوايد الجلديه بدون اي اثار. رجعنا لكم مشاهدينا ونشوف احمد محضر ايه النهارده. يمكن في بعض الناس تتضايق منه النهارده، طبعا محب القهوه. لا احنا بالظبط كلامك مظبوط، بس احنا هنتكلم على شرب القهوه الكتير. ايه الجرعه المتاحه من القهوه اللي انت ممكن تشربها ما تعملكش مشاكل، وبالتالي تبقى فعلا بتاخد الفوائد بتاعتها ما بتاخدش اي ضرر منها. احنا بنلاقي ناس كتير بتشتكي من ضربات قلب كتير. شباب تسالهم انت بتاخد قد ايه، يقول لك انا بشرب 6 فناجين قهوه و7 فناجين قهوه. القهوه ما فيهاش اي مشكله، بس لازم تبقى عارف ان الجرعه القصوى للقهوه هي 400 ملي جرام كافيين في اليوم. ده بيعادل قد ايه بالظبط؟ بيعادل قد ايه؟ بيعادل 4 فناجين قهوه. او ممكن من الناس اللي تحب مشروبات الطاقه هو واحد، او ماكسيمم 2. واحد بس؟ واحد، هو واحد بس. احنا هنتكلم ما شاء الله، ده في ناس بتشرب 6 و7 في اليوم. ده ممنوع تماما. لان طيب لو قلنا بقى ان احنا خدنا كافيين ازيد، الكافيين الازيد ده بيسبب توتر وقلق واضطراب في ضربات القلب، وهي دي الفكره كلها. بسبب حاجه اسمها الذبذبه الاذينيه او الارتجاف الاذيني، اللي هو اختلال في انتظام ضربات القلب. ده الكافيين الزياده، بنلاقي ناس كتير بتشتكي ومش عارفه هي بتشتكي من ايه. الحاجه الثانيه ان احنا نبقى عارفين مشروبات الطاقه يا جماعه، نمنع اطفالنا بالذات، حتى مكتوب عليها من بره ممنوع للاطفال والحوامل. فنخلي بالنا كويس جدا 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 ان احنا ما نلجاش الموضوع ده. احنا 400 ملي جرام في اليوم زي ما احنا قلنا، الماكسيمم للحوامل 150 ملي جرام، يعني ممكن تشربي فنجان قهوه بس في اليوم عشان ما يحصلش اي مشاكل. حلو، يعني فنجان واحد هيظبط مزاجك او هيظبط مزاجك. على فكره احنا عايزين فقره ثانيه اتكلمنا عن القهوه وارتفاع الضغط، والموضوع ده مهم جدا. هنتكلم في فقره كده مطوله عن الموضوع شويه، احضرها لك ان شاء الله. بس نفكرهم دلوقتي بالفقرات اللي معانا. احنا معانا مشاهدينا اول فقره دكتور هشام عمرو قطب، رئيس الجمعيه المصريه لجراحات الاسنان والوجه والفكين والتقويم وكمان الامراض. فقره بتهم ناس كتير جدا، هنتكلم فيها عن هوليود سمايل، هنتكلم فيها عن التقويم الاسنان، هنتكلم فيها عن زراعات الاسنان. فقره تابعونا فيها. اما الفقره الثانيه هيكون معانا فيها الاستاذ الدكتور علاء عبد العزيز عجلان، مدير المركز العالمي لجراحات التجميل والسمنه وتجميل العضو الذكري، وهيكلمنا على حاجه بتهم كل الازواج، هي سرعه القذف والضعف الجنسي. خليكم معانا وفقرات مميزه بعد الفاصل. مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي تلفزيون الحياه، برحب بحضراتكم في فقره جديده من برنامجكم طبيب الحياه.
هنتكلم النهارده عن موضوع خلينا نقول بيعمل هوس للناس، بيخليهم كل تفكيرهم في الدنيا ان هم يقفوا قدام المرايه يشوفوا الابتسامه بتاعتهم شكلها ايه. هنتكلم معاكم النهارده عن تسوس الاسنان، زراعه الاسنان، الاسنان المفقوده لا قدر الله في حادث او في غيره، حد واقع، المشاكل دي كلها. زي ما قلنا قبل كده يمكن الابتسامه بتخلي الناس لو حد شاكك ان ابتسامته وحشه يداريها، يتكسف، يضحك وهو بيبص في الارض. المهم ان في هوس يا احمد في موضوع الابتسامه ده. الحقيقه كلامك مظبوط، وبالاضافه لان كان في طرق تقليديه بتخلي زياره طبيب الاسنان زياره مؤلمه الى حد ما وبتاخد وقت طويل. احنا عاوزين نتكلم النهارده على الجديد في عالم التكنولوجيا اللي دخل طب الاسنان في تجميل وزراعه الاسنان وتعويض الاسنان المفقوده، وعاوزين نتكلم يا رنا ونطمن الناس قد ايه زياره دكتور الاسنان بقت زياره سعيده وجميله بدون الم. اكيد طبعا، علشان كده مشاهدينا احنا فقرتنا النهارده فقره مهمه جدا مميزه فعلا. لكن في بدايه الفقره اسمحوا لي ارحب بضيفنا الدكتور هشام عمرو قد، رئيس الجمعيه المصريه لجراحه الاسنان والوجه والفكين والتقويم وامراضها. اهلا بحضرتك يا دكتور. منورنا دكتور. منور حضرتك يا اخي. خلينا احمد في البدايه نقول ان دكتور هشام عامل خصم 50% على الكشف واشعه البانوراما يوم الثلاث والخميس، كمان عامل خصم 50% على التنظيف وتلميع الاسنان طول ايام الاسبوع. في البدايه طبعا جزاك الله خير. ده كل اللي يجي يقول انا شفتك في طبيب الحياه يا دكتور هشام، يعني ده خصم خاص بالبرنامج. خصم يعني الخصم جاي لك بقى بواسطه طبيب الحياه. يا سلام، ده شرف لينا. ده شرف لينا يا دكتور هشام، ربنا يخليك. طيب دكتور، في البدايه عايزين نوضح لكل مشاهدينا يعني مدى الاهتمام والعنايه بالاسنان. يمكن زي ما قلت في المقدمه فعلا الاسنان عامله هوس للناس، في ناس شغلها الشاغل في الحياه تبص قدام المرايه تشوف الضحكه عامله ازاي. مظبوط. اول حاجه الاسنان مهمه جدا العنايه بيها. اول حاجه الاسنان هو الحاجه الوحيده اذا تم فقدانها ما بترجعش تطلع تاني. انا لو فقدت سنه دائمه ما بتطلعش تاني. دي حاجه. الحاجه الثانيه عدم اعتنائي بالاسنان بيسبب لي مشاكل كتيره جدا، مشاكل التهابات اللثه، مشاكل فقدان الاسنان، مشاكل عضويه زي السكر، زي الضغط، لا قدر الله مشاكل في القلب، سوء التغذية، سوء الهضم، يعمل لي مشاكل في الهضم، يعمل لي لعبكة في المعدة، كل ده سببها عدم الاعتناء بالأسنان. الناس متخيلة ان بس الشكل الجمالي، لا، ده الأسنان ليها علاقة وظيفية كاملة جدا. علاقة وظيفية، واحد علاقة الشكل اللي هي زي الابتسامة، النطق ومخارج الألفاظ، تمام؟ النفسية طبعا دي حاجة مهمة جدا. في ناس كتيرة جدا تقول لك انا مكسوف ان انا اضحك، او مكسوفة انا على طول بضحك في الصور وانا قافله بقي. فطبعا دي انا بس لو سنتي دي كانت كذا او السنه دي كانت ضحكتي هتبقى تحفه. كل ده بيأثر نفسيا بطريقه مبالغ فيها مع البني ادم، انه ازاي ان انا اعرف اواجه او امارس حياتي بشكل طبيعي ومن غير خجل او من غير كسوف او من غير اي مشكله. وانت منورنا النهارده يا دكتور هشام، عاوزين نعرفهم ايه اهم الطرق الصحيحه للعنايه بالاسنان. أول حاجة إحنا مش عندنا طريقة واحدة بس للعناية بالأسنان، هما كذا طريقة. أول حاجة استخدام نوع الفرشة الصح، تمام، واللي هي بتبقى يا نوع يا سوفت أو ميديوم. نوع معجون الأسنان الصح اللي هو موست بروبلي بيبقى فيه الفلورايد، تمام. الخيط الطبي وكيفية استخدامه، مهملينه شوية موضوع الخيط الطبي بالظبط. فكرة المضمضة اللي هي الماوث واش، إزاي بستخدمها، إمتى بستخدمها، بأنهي، محدش بيستخدمها خالص. دي حاجة. حاجة جديدة برضو، حاجة اسمها الووتر فلوس أو التنظيف بضغط المية، تمام. ده حاجة جديدة جدا، صحية ده منزلي جداً. ممكن أجيبه منزلي؟ مظبوط، ده منزلي، ده بيبقى بيسهل حاجات كتيرة جدا وبيعمل زي ريفرشمنت أو إرجاع للحيوية للثة. طب خلينا نوضح لهم يا دكتور، هيغسل سنانه كم مرة في اليوم ويستخدم الفلوس كم مرة في اليوم أو الخيط السنان؟ يفضل زي يعني على قد ما تقدر اغسل سنانك كويس، تمام، يعني بعد كل وجبه، بعد كل وجبه بس. طبعا يعني ده في الحياه العمليه بيبقى صعب يعني جدا، يعني هو لو قضاها صبح وليل يبقى الحمد لله قوي. بالظبط. طب والخيط؟ الخيط برضو صبح وبالليل. دي حاجه. حاجه تانية بحب انوه عليها، ان دكتور السنان مش ما بروحلوش لما بحس بالم او وجع، لا، دكتور السنان هو الدكتور الوحيد تقريبا هو اللي انا لازم ازوره بصفه دوريه، بحيث ان انا مهما بغسل اسناني ومهما بعتني باسناني ما بوصلش للكمال، ما بوصلش لل 100%. دي بالمتابعه الدوريه واللي هي كل زياره كل 6 شهور بقدر ان انا
أوصل لهذه الدرجة مع دكتور السنان. تمام. طيب دكتور، يمكن أنا برضو قلت في المقدمة في ناس لا قدر الله لو عملت حادث بتفقد أسنانها أو سنة من أسنانها، إزاي بيتم تعويض الأسنان اللي اتفقدت دي؟ أول حاجة أحب أقول إحنا ليه بنعوض السنان؟ مشكلة قوية جدا بتيجي لي إن في ناس فقدت أسنانها لعدة أسباب. إيه اللي بيحصل للأسنان لما بيحصل فقدان؟ أول حاجة السنان بتتمايل، بتتحرك من مكانها. السنان بتتحرك من مكانها. أول حاجة السنان ترتيبها بيختلف. تمام؟ فكرة إن في سنان بتطلع في دايركشن معين أو في اتجاه معين غلط، تمام؟ يبتدي يعمل لي التهابات، يبتدي يعمل لي إن السنة طلعت في طريقة غلط، يبتدي يعمل لي تشوه في شكل الأسنان. يبقى عامل لي مشاكل في الهضم، يعمل لي مشاكل في إن أنا إزاي باكل على أسناني. يبتدي يعمل لي حساسية في الأسنان ممكن تؤدي إلى فقدان الأسنان. تمام؟ يعني كلها فقدان بعد سنة كده يدخلك في فقدان أسنان تانية. بالضبط، لأن السنان ما بقتش في وضعها المثالي. بقت إزاي يتم تعويضها بقى دكتور؟ أول حاجة بنتكلم في التركيبات. التركيبات في منها أنواع. أول حاجة التركيبات المتحركة، تمام؟ ودي في منها نوعين، في النوع اللي هو الطقم الكامل. دكتور قبل ما نكمل التركيبات عشان الناس تكون ماشيه معانا خطوه بخطوه، في فيديو حضرتك تشرح لنا عليه قبل التركيبات، اتفضل يا دكتور. الفيديو اول حاجه ده الفيديو بيقول لنا ايه المشاكل اللي بتحصل لما بيحصل فقدان الاسنان. زي ما واضح اهو، السنه ابتدت تتلخلخ. اول حاجه السنان ابتدت تتمايل على بعض. يعني السنه اللي اتلخلخت دي اللي هي فوق السنه اللي وقعت او اتكسرت. مظبوط. بيحصل عدم توازن ما بين السنان العلويه والسفليه. ايه ده؟ وهنا كده يعني ممكن يا دكتور السن او الضرس يتحرك فعلا من مظبوط. مكانه. تمام. وده بيسبب مشاكل في حتى في الفك نفسه. بيسبب الام في الفك نفسه. بالظبط. تمام. ويبتدي يحصل تاكل، ويبتدي تحصل حساسية مبالغ فيها مع الشرب من الحاجات الساقعة. مش متخيل ان السنة اللي فقدها دي اللي الضرس هو اللي عامله الكلام ده. بالظبط. التعويض بقى دكتور. بالظبط. اول حاجة التركيبات المتحركة زي ما احنا قلنا. التركيبات المتحركة في منها نوعين. اول نوع اللي هو الطقم الكامل في حالة فقدان جميع الاسنان في الفك. التركيبة الثانية وهي الجزئية، التركيبة المتحركة الجزئية. دي بتعوض جزء معين من الأسنان، دي بنستخدمها في حالات معينة. تمام؟ بحيث إن ما بيكونش فيه أسنان جنبها. في مسافة كبيرة أو عدد. دي صورة التركيبة المتحركة؟ بتشرح بالظبط مثال للتركيبة المتحركة الجزئية. دي الجزئية. بالظبط. تمام؟ دول دي بنعتمد ان يكون في حاجه جنبها تسندها يعني. لا، دي بنستخدمها في حالات معينه اللي هي بيبقى فيه فقدان عدد كبير من الاسنان ومفيش اسنان مجاوره ليهم ان انا اقدر اعمل التركيبه الثابته. تمام. التركيبه الثابته بتعتمد جزء كبير على حاله الاسنان المجاوره ليها. التركيبه الثابته بشكل بسيط جدا احب اوصله للمرضى، هو انا بثبت على الاسنان المجاوره فكره السن المفقودة أو الضرس المفقود، بقدر أعوضه بحيث أن أنا بعمل برد في الأسنان اللي قبلها واللي بعدها سنة أو ضرس. تمام؟ وبعمل التركيبة الثابتة. دي بتعتمد اعتماد قوي جدا على حالة الأسنان المجاورة للمكان المفقود. ده دكتور حديثا بقى بديل الحشو زمان؟ لا، في حاجات الحشو بقدر أعوض جزء مفقود من السنة وليس جزء كبير من السنة. التركيبات الثابتة بقدر دلوقتي ان انا اعمل في حالة فقدان جزء كبير من الستة ان انا بعمل حاجة اسمها بوست انكور، ان انا بقدر احط زي مسمار صغير جدا جوه الضرس وبقدر اعمل عليه التركيبة. طيب هل زراعة الاسنان ممكن تأثر على الاسنان الطبيعية او يحصل للتركيبة نفسها اي تسوس؟ مستحيل. مستحيل. دي اول حاجه. فكره الزرع برضه عشان افهم حاجه بسيطه جدا، عايزين نتكلم عن زراعه الاسنان بشكل عام. حاجه بسيطه جدا هي فكره تعويض الجزء السفلي او اللي هو الجذور بتاعه الاسنان. بحيث ان انا بطريقه مبسطه جدا، زمان كانت الموضوع صعب، كان الموضوع بيخوف المريض، كان الموضوع الزياره مؤلمه شويه. دلوقتي ما عادش زياره الطبيب اسنان بتبقى تقيله قوي. أيوه. على المريض. دلوقتي في جلسة واحدة ما تتعداش الساعة بقدر أعمل فكرة الزرع.
بس الزرع له شروط، انا مش كل حاله ينفع ليها زرع. اول حاجه لازم الكشف كويس جدا، الحاله الصحيه بتاعه المريض وحاله الاسنان بتبقى عامله ازاي. بنقدر نكشف بالاشعه البانوراما، اشعه البانوراما بتحدد لي حاله الفك العلوي والسفلي، المساحه اللي موجوده ايه، حجم الفك قد ايه، كل ده بيقدر ان انا يسهل موضوع فكره الزرع. الزرع دلوقتي ما بقاش بنسميه تدخل جراحي كبير، بل بالعكس ده احنا مجرد فتحه بسيطه جدا تمام، وبندخل الزرعه، الزرعه دي هو الجزء السفلي اللي مش باين للناس تمام. هو دي تعويض للجذور اللي موجوده عند الاسنان. طيب هو في فيديو حضرتك كمان ممكن تشرح عليه يوضح للناس اكتر؟ اتفضل دكتور. هنا في عندنا سنه مفقوده تمام، هنا المكان بالظبط المفقود، بنعمل فتحه بسيطه جدا تمام. بندخل دي، هي ده شكل الزرعه تمام، بنقفل عليها لمده 3 ل 4 شهور. ال 3 4 شهور دول المريض بيبقى لابس تركيبه متحركه تمام، دي بتبقى مؤقته. بعد كده بعد ما بتاكد ان في حاله بنسميها الاوستيو انتجريشن، اللي هي تلاقم العظم كامل على الزرعه، على الزرعه تمام. ده بيحصل في مده، يعني ما بتفضلش كتير جسم غريب، لا ده بيتلائم معاها. مظبوط. الماده بالظبط اللي معمول منها الزرعه دي بتتفاعل كويس جدا مع العظم. في عمر افتراضي لزرع الاسنان؟ لا، العمر الافتراضي بتاعها طويل جدا. وفي نقطه برضو مع المريض، كل ما انا اعتنيت بحاله اسناني عمرها يطول، كل ما انا الزرعه عمرها طال. احدث التقنيات بقى دكتور التجميل، التجميل اللي دخل فيه الرجاله والستات والكبار والصغار، يعني ايه احدث التقنيات في عالم تجميل الاسنان؟ اول حاجه الفينيرز، او بنسميها القشره اللاصقه اللي على السطح الامامي، عامله طفره على الموضوع ده. دي حاجه عوضت مشاكل كبيره جدا. اول حاجه ما بقيناش نبرد كل السنه او كل الضرس، بقينا نبرد بس حاجة بسيطة جدا، وفي حالات ما بنضطرش ان احنا نبرد فيها السطح الامامي فقط للاسنان. اول حاجة بتعوض شكل، بتعوض لون، بتعوض لو في اي كسر بسيط في الاسنان. كل دي حالات الفينيرز بقى التدخل بتاعها في جلستين فقط، جلسة ان انا بعمل تحضير للحالة، باخد الصور بتاعتي، باخد المقاس بتاعي، اللون، كل ده بقدر احدده. في حاجه عندنا اسمها كولر شيد دلوقتي، اللي هي تدرج اللون بتاع الاسنان. انا بقدر احدد لون الاسنان الحاليه ايه، لو المريض عايز يوصل للون تاني بقدر اوريه له قبل ما يشوف التركيبه. يعني موضوع اللون باختيار المريض، دي باختيار المريض. وحضرتك بتنصحه برضه؟ اكيد طبعا، لان برضه نصيحه عامه للمشاهدين بتوعنا، ان احنا لون الاسنان مش لون واحد. السنان كلها حتى السنه او الضرس الواحد فيها تدرج في اللون، وده جمال السنان، وده بيدي منظر جمالي، بيخليها عندها الناتشرال لوك، مش الارتفيشال، مش الحاجه الصناعيه قوي. بتخلي بان طبيعي اكتر، السنان طبيعي. احنا معانا فيديو عن القشره التجميليه او الفينير تمام، توضح للساده المشاهدين اكتر. اتفضل. دي صوره الحاله كانت عندنا. ده كان بيعاني ان في برد من الاسنان. تمام، ده الفيديو تمام. ده يعني السنه المكسوره دي او اللي جنبها ده بتبرد تمام، وبعد كده بتحط القشره التجميليه. في حالات معينه بنضطر ان احنا نعمل برد خفيف بسيط جدا تمام، وفي حالات ما بنضطرش ان احنا نعمل فيها برد. هو موضوع البرد ده بيقلق ناس كتير يا دكتور، يقول لك السنه هتضعف مع الاكل مع الشرب. ميزه الفينيرز ان انا بعمل يعني برد خفيف جدا، حاجه يعني لا تذكر، يعني حاجه لا تذكر تماما، وفي السطح الامامي. هنا انا بعد ما عملت البرد، الفيديو بيشرح لنا ان انا بعمل تجهيز للسنه تمام. دي شكل الفينيرز او شكل القشره تمام. وبعد كده بعد ما تاخد، يعني هو ايه اللي بيحصل هنا؟ هنا بيحصل عمليه اللزق بتاع القشره. دي الماده اللي هنلزق بيها القشره التجميليه، بالظبط، تبقى ماده خاصه جدا، بقدر الزق القشره على الاسنان. دي مدى الحياه يا دكتور هشام؟ دي بتقعد من 5 ل 10 سنين. تبقى اللوك يا رنا جميل جدا طبعا. ما بقول لك في هوس للابتسامه. طيب كمان احنا معانا صور قبل وبعد ممكن نشوفها.
دي الحاله برضو كانت جايه لنا، دي بتعاني من انها كانت بتجز كتير على اسنانها. ودي حاجه شائعه جدا، ودي كلنا متوترين يا دكتور هشام. بالظبط، ودي بتدمر السنان. دي حاجه الجز على الاسنان ده بيدمر السنان فعلا دكتور، بيخلي اطراف الاسنان تتآكل وبتديها منظر مش حلو جدا. بالظبط، ادي الحاله فوق ده كان منظرها قبل الفينيرز، واللي تحت ده بعد الفينيرز. هو فعلا كان مشكله بتاثر على المخارج الحروف زي ما حضرتك قلت في البدايه. مظبوط. طب وهنا هنا طبعا تغير في اللون قوي جدا يعني. هنا بنيجي نتكلم، في ناس بتيجي تقول لي انا عايز اعمل تبييض. تمام، التبييض يصلح في حالات معينه وحالات لا. في حالات التبييض ما بيجيبش النتيجه المرجوه فيه، اللي هي حاجه اسمها الانترنال ستينز، اللي بيبقى سبب التصبغ بتاع الاسنان سبب داخلي وليس خارجي. بشوفهم كتير دول بيبقى ما كانش عندهم امل دول خالص خالص. تمام، مع وجود الفينيرز زي ما واضح بالظبط عندنا في الشاشه، في السنتين اللي لونهم مختلف عن لون الاسنان قدرنا ان احنا نعمل لهم تعويض بالفينيرز. ده هيطلع من عند حضرتك فتح بيضحك عليك. ايوه، هو هيطلع من حضرتك بيبتسم. النتيجه بتبقى انستنت يعني، هو بيبقى طالع على طول مبسوط. أكيد. طيب حاله زي دي يا دكتور ايه اللي حصل بقى بالذات في الفتحه اللي في النص دي؟ اول حاجه معظم المشاكل اللي بتجيلنا بتبقى يا اما مشاكل في اللون، يا اما مشاكل في الفراغات اللي ما بين السنان. أيوة. يا اما مشاكل في شكل الاسنان نفسها. الحاله دي كان عندنا المشكله في حالتين، شكل الاسنان والفراغات. تمام، دي قدرنا برضو نعوضها بفكره الفينيرز. تمام، الفينيرز بتصلح في حاله الفراغات البسيطه وليس الفراغات الكبيره. الكبيره بنضطر ان احنا نعمل التقويم، والتقويم بقى فيه برضو ريسنت ادفانسز كتيره جدا، بقى فيه التقويم الشفاف، بقى فيه التقويم المتحرك. كل دي بقت اساليب موجوده سهله وغير مؤلمه وما فيهاش اي تعب للمريض. ننتقل بقى لنقطه مهمه جدا برضو عامله هوس، هي الهوليود سمايل. تمام، ايه هي الهوليود سمايل وازاي نقدر نوصل لها؟ يعني ازاي نقدر نوصل لجمال ابتسامه هوليود؟ يعني اول حاجه احب اقولها هوليوود سمايل دي مش طريقه علاج، لان في ناس بتيجي تقول لي انا عايز الهوليوود سمايل. مفيش حاجه اسمها الهوليوود سمايل مش طريقه علاج، بل هي نتيجه احنا بنقدر نوصل لها. بتختلف من مريض لمريض، ممكن مريض شكل اسنانه كويس، ترتيب الاسنان كويس، بس هو متضايق من اللون بس. تمام، بقدر اعمل له تبييض فبيبقى شكل الاسنان حلو جدا. في ناس بتبقى متضايقه فبنضطر ان احنا نعمل فينيرز، في ناس بتبقى متضايقه فبنقدر نعمل تركيبات ثابته، في ناس بتبقى شكل سنانها ولون سنانها مظبوط جدا بس في فراغات ما بين الاسنان، دي بالتقويم بنقدر نعمل لها نخلي الاسنان مصفوفه بشكل كويس. كل دي اساليب وطرق تؤدي الى الهوليوود سمايل، ولكن ما فيش حاجه اسمها علاج الهوليوود سمايل. يعني اذا ده مجموعه من العلاجات توصلني في النهايه للهوليوود سمايل. مظبوط. طيب عالم التبييض بقى يا رنا، عالم تبييض الاسنان يعني هل ايه التطور اللي فيه؟ ايه الجديد؟ احدث حاجه هي الليزر بليتشنج او الليزر وايتنينج، اللي هو التبييض بجهاز الليزر. تمام، دلوقتي بقى بنقعد مده اقل، الحساسيه قلت كتير جدا، مفيش الالم اللي كان بيحصل بعد الليزر ده، مفيش. وكمان فكره ان تدرج اللون، انا بقدر انقل من الدرجه دي لكام درجه بعد كده، بنقدر نوصل بالليزر لسبع وثمان درجات افتح من لون السنان الطبيعي. تمام، كان بالاساليب اللي قبل كده بنقدر نوصل لثلاثه اربعه ماكسيمم، يعني سبعة ثمانية ده كتير جدا. ده كتير جدا. وفي نفس الوقت الليزر بيساعد على ان ما بيبقاش في حساسيه بعد المريض. تاني حاجه، المريض بيمارس حياته بشكل عادي جدا. تصبغات التدخين والقهوه والكلام ده هل الليزر ممكن يوديها؟ بيوديها. تمام، بس في نفس الوقت لازم بعد التبييض لازم يبقى فيه التزام ولازم يبقى فيه متابعه، في جزء كبير بيبقى ملزم بيه المريض. انا مش هقدر اقول للمريض ما تدخنش، بس هقدر اقول له في حالات تقدر نتيجه التبييض تقعد فتره اطول عن ان انا افضل ادخن واشرب قهوه وشاي وكل الكلام ده، وده بيأثر على لون الاسنان. ما بلاش يدخنوا ويشربوا قهوه وشاي يعني. ما يقدروش. انا بشجع الموضوع ده. بس احنا استغلنا برضه الدكتور هشام النهارده انه شرح لنا الامور وادانا امل كبير يعني. كده انتهت فقرتنا اللي استغلنا فيها الدكتور هشام واتكلمنا فيها على الطرق الجديده للعنايه بالاسنان، اتكلمنا على فرشه الاسنان، اهميه خيط الاسنان والمضمضه، اتكلمنا على الطفره بتاعت القشره التجميليه وقد ايه حلت كل مشاكل تصبغات الاسنان وفقد الاسنان، واتكلمنا على زراعه الاسنان المفقوده، وكان ضيفنا الدكتور هشام عمرو عضو
رئيس الجمعيه المصريه لجراح الاسنان والوجه والفكين والتقويم وامراضها. نورتنا يا دكتور هشام. نور حضرتك. بننوه على الخصم. طبعا. الخصم الكبير اللي الدكتور هشام عامله خصيصا لبرنامج طبيب الحياه 50% على ايه يا دكتور؟ الكشف واشعه البانوراما يوم الثلاث والخميس. ايوه. وخصم 50% على التنظيف وتلميع الاسنان ده طول ايام الاسبوع. مش بقول لحضرتك هيجوا كتير ويقولوا احنا من طبيب الحياه. يا سلام ينوروني. يا سلام. نورتنا يا دكتور. ميرسي جدا. مشاهدينا بكده وصلنا مع حضراتكم لنهايه فقرتنا، انتظرونا في فقرات مميزه من طبيب الحياه، نشوفكم على خير. مساء الخير مشاهدينا مشاهدي تلفزيون الحياه، وفقره جديده ومتميزه من برنامجكم برنامج طبيب الحياه. المشكله النهارده عاوزين نتكلم على مشاكل الضعف الجنسي. هي مشاكل الضعف الجنسي وسرعه القذف بقت مشكله بيعاني منها كتير رجاله، وممكن تؤدي للطلاق والامور، ويعني النفسيه بتبقى سيئه جدا وعدم السعاده الزوجيه. الحقيقه مع تقدم العلم ما عادش المفروض ان احنا نفكر بقى لسه ان الحاجات دي ملهاش علاج، الامور دي كلها ليها علاج. لذلك النهارده هنتكلم على الضعف الجنسي ودور الدعامه التعويضيه، وهل في علاج دايم لسرعه القذف ولا لا؟ ده اللي هيكلمنا عنه الاستاذ الدكتور علاء عبد العزيز عجلان، مدير المركز العالمي لجراحات التجميل والسمنه وتجميل العضو الذكري. اهلا بك يا دكتور. اهلا زينب. احنا عاوزين نستغل وجودك معانا، واحنا عارفين انك ليك اسهامات كبيره في علاج سرعه القذف وتجميل العضو الذكري في حالات الضمور والعجز الجنسي. ونتكلم في البدايه ونوضح للناس للساده المشاهدين ايه هي سرعه القذف وايه هي اسبابه وايه احدث الطرق لعلاج سرعه القذف. بسم الله الرحمن الرحيم. سرعه القذف لها تعريفات كتير، ما بين ان بيقول ان الوقت في الجماع اقل من دقيقه او اقل من دقيقتين او اقل من ثلاثه، على خلاف يعني بين المراجع، لكن احنا بنعتبر ان التعريف العملي ان هو القذف قبل وصول الطرف الاخر الى النشوه. واتفر بقى الوقت ده بقى كتير او قليل، لانه احنا الهدف من ان نقول ان ما فيش سرعه ان العمليه تسير على نحو جيد، فطالما ما بتسيرش على نحو جيد وما بيحصلش رضاء للطرفين يبقى في مشكله عندي. يعني بمجرد عدم وصول الطرف الاخر للنشوه ده يعتبر بنعتبرها هو من ناحيه الاحصائيه 27% من السيدات بيصل للنشوه قبل دقيقه، 90% قبل 7 دقائق. لكن ساعات بيبقى في حاجات فرديه، في خلافات فرديه، يعني ممكن يكون الراجل مثلا بيقعد 15 دقيقه والزوجه بتوصل بعد 20. هو هنا من الناحيه الطبيه النظريه ما فيش مشكله، لكن من الناحيه العمليه في مشكله. دايما بيتقال ان الاسباب بتكون نفسيه في الاعم او الاغلب، لكن احنا ما نبص نلاقي نسب سرعه القذف بتصل لحوالي 40% من الرجال. يعني انت عندك مشكله ما بين 40% من الرجال، وطبعا الطرف الاخر البارتنر، يعني عندك 40% من سكان الكوكب عندهم المشكله دي. لما تقول ان مثلا لما تقول مثلا الكوكب مثلا 6 مليار 7 مليار، انت بتتكلم في مشكله 2 مليار. يعني ده بالحساب المبدئي دون اضافات. ما تيجي تفكر بقى الحلول، احنا في حلول كتير جدا بتحط، بس المشكله ان في كده قاعده كانت موجوده ان هو لا يوجد حل جراحي لعمليه سرعه القذف. وده حتى اللي بتقر بيه الجمعيه الاوروبيه لسرعه القذف والمعايير الامريكيه برضو، الجمعيه الامريكيه برضو نفس القصه. لكن ظهرت بعض المحاولات زي مثلا ان هو محاولات اللي هو قص العصب او كوي العصب او تبريده. المحاولات دي كانت بتدي نتائج حتى 9 شهور، وبعد كده بيعوز يعمل عمليه ثاني، والعمليه مكلفه. يعني تكلفه العمليه حوالي 3500 دولار غير طبعا السفر والاقامه وخلافه. النقطه الثانيه ان في بعض العيال ما بيستجيبوش ليها، وطبعا ما كانش حد عارف ايه السبب. فطبعا احنا في دراساتنا عملنا عندنا ابحاث حوالي 5 سنوات، وعملنا طورت عمليه جديده لسرعه القذف، وحتى العمليه دي الحمد لله اثبتت في الملكيه الفكريه في مصر واثبتت في امريكا كمان، ومعانا شهاده مكتوبه بالكلام ده. العمليه دي في شهاده مكتوبه بالملكيه الفكريه للعمليه دي مسجله في امريكا ومسجله موجوده وحتى مترجمينها باللغه العربيه كمان عشان لو حد عاوز يطلع عليها. تمام. بالنسبه للعمليه اللي احنا طورناها، احنا بنستخدمها لو ما فيش نتيجه من العلاج الدوائي. يعني مش كل عيان جاي هقول له انا اعمل لك عمليه. في عيان مثلا بيجي يقول لك مثلا انا كان عندي ارهاق او عندي تعب او كان عندي مشاكل ماديه او نفسيه، بس طلعنا من السبب ده او عالجناه لقينا الراجل بقى كويس خلاص. في واحد يقول لك لا انا عندي من الاول، يعني من اول الجواز حتى لو متجوز بقى لي 10 سنين موضوع ما لا خلاف، يعني اللي بنسميه هو البرايمري او الاولي. في عندنا نوعين، برايمري يعني اولي يعني من الاول طول عمره كده، ثانوي يقول لك انا كنت كويس في الاول وبعد كده
ترى اي مشكله في الحياه بدأ انا خلي بال حضرتك احنا بنعتبر ان صوره القصف دي لما تكون متكرره, يعني مش واحد مثلا جه مره عنده صوره قصف والباقي كويس يقول لك انا مريض, لا احنا لازم نقول ان في تكرار الحياه, هو تكرارها في تكرار دايما في صوره قصف. طبعا هو في بقى يعني اطباء النفس بقى بيكتبوا ادويه والحاجات دي, بس المشكله ان ساعات بعض العيال ما بيستجيبوش, يضطر بقى الدكتور يزود له الجرعات ويغير فتبدا تحصل بقى اثار جانبيه, تبدا تحصل هو العيان بيجري على الصيدليه طول الوقت عمال ياخد. لا ما ده موجود عندنا في مصر لكن بره مش موجود, لان بره كل حاجه بروشتات, ما تقدرش تجيب مثلا مسكن صداع من الصيدليه. مفهوم. انا لسه يعني بعت لي دلوقتي عيان مثلا مريض عندي عامل عمليه من المانيا, عنده طلع حساسيه بس, فكاتب له على كريم بيقول لي ما بيتصرفش صيدلي من غير روشته, هناك نظام يعني عاوز نبعت له روشته مختومه عشان يصرف بيها اصلا, هيعرضها على الطبيب هناك ويصرف عشان كريم حساسيه فقط. بيقول لي مثلا ميعاده مع الدكتور يوم الجمعه الجاي, يعني اضطر 6 ايام وعنده حساسيه عشان خاطر يصرف كريم الحساسيه. طبعا احنا ما عندناش الكلام ده في مصر. طب احنا دلوقتي بمنتهى البساطه بنقول ايه الطرق اللي هي الدكاتره كانوا بيقولوا عليها في الفتره الماضيه, يعني مثلا احنا ممكن تحاول تشغل بالك اثناء العمليه الجنسيه او تستخدم طريقه اللي هي العصر اللي هي طريقه جونسون ماستر وجونسون. الطرق دي كلها يعني اولا بالنسبه لان الانسان يلفت انتباهه لحاجه ثانيه, ده بيقلل شعوره بعمليه بعد كده بيبدا يتهرب وبيزود التوتر عنده فبتفشل بعد كده. طريقه ماستر وجونسون ظهرت في فتره من الفترات وكانت يعني تعتبر الحبه السحريه او العلاج السحري, هي تمارين معينه بيقوم الزوج والزوجه بيعملوها مع بعض بطريقه معينه, بس على المدى الطويل ثبت انها بعد 3 سنوات كل الحالات بتتراجع الى ما قبل الحاله. يعني انا ممكن يمشي ويمشي كويس خلال 3 سنين, بعد كده الموضوع منتهي. احنا عاوزين حل جذري, فاحنا طورنا عمليه. العمليه دي بتعتمد على شقين اساسيين جدا. الشق الاول ان هو في عضله اسمها البالبوس سبونجيوزس او بنسميها العضله القذيفه كده اختصار, يعني كحاجه تسهيل كده على الجمهور. العضله دي لاحظنا انها بتاثر على صوره القصف. لما جينا نقص العضله دي لقينا ان معدلات القصف اتحسنت جدا جدا بالنسبه للوقت. لقينا في عيانين تانيين بيشتكي ان عنده حساسيه عاليه جدا في القضيب, يعني يقول لك مجرد ما يبدا الممارسه 20 ثانيه 10 ثواني يحصل القصف. دولت بيبقى عندهم زياده في حساسيه الجلد. بدانا ندرس طب نقلل الحكايه دي ازاي, لقينا ان في نقطه اسمها الفيرينولار دلتا او بسميها المثلث دلتا موجوده اسفل راس العضو الذكري, يعني في السلسل الاسفل من العضو. النقطه دي تعتبر يعني زي الجي سبوت في السيدات, اعلى نقاط حساسيه في العضو الذكري. النقطه دي احنا لقينا لها حلين بمنتهى البساطه. الحل الاول ان احنا بنشيلها, ودي بتتشيل عادي خالص يعني ببنج موضوعي. يقل فرط حوالي سنتي في سنتي. يقل فرط الحساسيه والاحساس دي حتى سنتي في سنتي بنشيلها, تحسن امور كتير. في حاجه ابسط من كده ان احنا ممكن العيان مش عايز يعمل جراحه, ان احنا بنقول له يعني بنقول له هي الحته دي بيرش عليها سبراي مخدر موضعي, ده كانك استأصلتها استئصال مؤقت, يعني كانها مش موجوده في الفتره دي, ودي بتجيب نتيجه حلوه جدا في الناس اللي عندهم فرط حساسيه. احيانا يكون عندي السبب مركب, يعني يكون عنده زياده في نشاط العضله ويكون عنده فرط حساسيه, اضطر انا اعمل الاثنين. طب انا لما جيت بدات عملت يعني عمليات بقص فيها العضله بس وعمليات بقص فيها المثلث دلتا بس, لقيت ان مثلا بلاقي هنا النتيجه حوالي مثلا 30% او 40% وهنا مثلا حوالي 40%, لكن لما اعمل الاثنين مع بعض النتائج معانا وصلت في الدراسات اللي احنا عملناها وصلت ل 96.6%, يعني حوالي 97%. طب ال 3% اللي فاضلين دولت لقيناهم ما بيستجيبوش لعمليه 100% لوحدها, لكن لاحظنا ان هم ما بيستجيبوش لعلاج الدواء مطلقا. بمعنى ايه؟ يعني انا بيجي لي العيان بيقول لك انا باخد الدواء, انا مثلا الطبيعي بتاع 20 ثانيه باخد الدواء ببقى مثلا 40 او 50 ثانيه, انا ما حلتش الموضوع كده. فاحنا دلوقتي جينا عندنا في نقطه مهمه جدا ان ممكن سيطره المخ على المخ هو العامل الرئيسي في العمليه الجنسيه. سيطره المخ لما تكون كامله بتعمل سرعه قصف. الكلام ده استنبطناه منين؟ ان في عندنا اللي هو الرابد اي موفمنت او اللي هو الفتره اثناء النوم اللي بيحصل فيها الاحلام دي, العلماء درسوا الاحلام بالاجهزه وكده فلاحظوا ان اي حلم مهما زاد وقته ومهما كثرت احداثه لا يتجاوز 6/10 من الثانيه, لا يتجاوز اسف 6 ثواني. عمليه القصف لما اتقاست بالقصه دي جوه حلم العلماء لاحظوا ان اقصى مدى ليها 48% من الثانيه, يعني نص ثانيه. اذا لو المخ هو المسيطر الاوحد ومفيش اي عامل اخرى يبقى كده في سرعه قصف. فبدانا نستخدم الحبوب اللي هي ممكن تقلل نشاط المخ. في دواء اللي هو الكولومبرامين, ده يعني الشعب المصري بيعرفه باسم انافرانيل او سوبرانيل, له اسامي اخرى يعني. ده في دراسات ثبت ان هو بيمنع الاحلام الجنسيه,
يعني لما بيتاخد قبل النوم بيمنع الاحلام الجنسيه. لا ده دراسه مثبته. فده هيساعد بقى. فاحنا قلنا الناس اللي هي ما استجابتش العمليه ال 3% اللي عندنا دول هي نسبه ضئيله بس احنا عاوزين نجيب لها حل. قلنا ان احنا نحط الدواء ده لان هو دلوقتي ده بيسيطر بيمنع المخ في النقطه دي. في ادويه كتير جدا بس ليه احنا اخترنا ده بالذات؟ استخدمناه بجرعات 50 مللي جرام يعني فوجئنا نتائج. يعني مثلا في عندنا حالتين كانوا في الدراسه، واحد كان حوالي 20 ثانية وبالعلاج وصل ل 90 ثانية، لما عملنا له العملية خد العملية والعلاج وصل ل 8 دقائق و40 ثانية، يعني من 90 ثانية لتقريبا 9 دقائق، طبعا فرق شاسع. كويس جدا. طب فأنا بقى عندي المجمل إن عندي حوالي ما يقرب من 97% بيستجيبوا للعملية مباشرة، وفي 3% بيعوزوا العلاج مع العملية. طب أنت إيه استفدت بالعملية؟ إن هو أصلا مش مستجيب للعلاج أساسا لو خده لوحده. وبرضه إحنا لازم نبقى واضحين نقول يعني العملية بتحل مشكلة الجزء الأكبر، لكن في بعض الحالات بنعوز معاه حاجه مساعده. ايه بعض الحالات دي؟ حوالي 3%. ده بيكون جاي بقى معاه تاريخ مرضي ان هو يعني خد بقى يجيب لك كده 7-8 اصناف، خدت كذا وكذا وكذا وكذا، وكان بيعمل تركيبات ويحط سبراي مع كذا وكذا. طب انا اشخص اعمل ايه من الكلام ده؟ انا عم بيجي لي بمنتهى البساطه، في عين يجي يقول لي انا بستخدم السبراي ما بيعملش حاجه، ده اعرف اوتوماتيك ان مشكلته مش فرط حساسيه، اوتوماتيك ده اصول العضل. عين يجي يقول لي انا مجرد ما بحط السبراي بتحسن او كذا، بس انا مش عاوز اعمل كده. ساعات بيحصل تخدير كلي وما بقاش حاسس بحاجه، وساعات من الاحتكاك يحصل انتشار للطرف الاخر يبقى اخر برضه مش حاسس بحاجه. فده بنبقى عاملين له ايه بمنتهى البساطه؟ ممكن نقص له حته الجلد. ساعات بعض الناس بيجي يقول لك ايه فيها احساس زياده دي. ساعات بيجي بعض الناس يجي يقول لك ايه انا مش عاوز اعمل عمليه، يعني هو خايف من العمليه. لو عنده فرط حساسيه ممكن يحط بس ايه النقطه اللي هي السنتي دي بنقول له عليها بس عادي خالص، هي المثلث دلتا بيرش عليه سبري قبل اللقاء بربع ساعه وانتهت القصه. طب هل انا عندي موانع للعمليه؟ لا ما عنديش موانع خالص. يعني هي ده احنا بالعكس دلوقتي احنا طلعنا ان احنا ممكن مع حالات اللي في عندنا في حالات العجز الجنسي ناس بتركب دعامات. الدعامه ممكن تخلي الانتصاب يعني 24 ساعه لو عايز، بس هو الفكره ان القذف بتاعه ما اتغيرش، يعني هو هيقذف مثلا بيقذف بعد دقيقتين مثلا. فهو هيفضل في انتصاب وفي الطرف الاخر مستمتع، لكن هو خلاص مجرد ما حصل قذف خلاص هو بيكمل كده تحصيل حاصل من اجل الطرف الاخر. لا احنا كده طلعنا بقى قاعده عندنا ان لازم روتينلي بشكل روتيني مع اي عمليه تركيب دعامه لازم يتعمل العمليه دي عشان ازود له الوقت، يبقى هو برضو يبقى في قوه استفاد اكتر. هنا برضو لما نيجي بقى نتكلم على نقطه مهمه جدا جدا، هي الضعف الجنسي اللي بيعاني منه كتير من الرجاله بعد سن معين نتيجه مرض او نتيجه تسريب وريدي او اي حاجه من الحاجات دي. الدور بتاع الدعامه التعويضيه كحافز وامل كبير للمرضى دول ان يكون عندهم قدره جنسيه كويسه. ايه هي الدعامه التعويضيه وبتناسب مين؟ دعامه يعني ببساطه عباره عن حاجه زي القلم السيليكون كده. القلم ده بيتحط جوه العضو الذكري بيتفتح فتحه عاديه، وممكن يتفتح من العانه او من مكان الطهاره او من الحته اللي هي بين العضو والخصيه من اسفل القضيب. احنا بنفضل الفتحه دي لان احنا بتبقى مش باينه شويه، وبنقص حته الجلد الزياده اللي تحت عشان احنا مع الدعامه. الدعامه العاديه برضو الناس تبقى عارفه بتاثر طول العضو من 2.5 ل 4 سم. لذلك احنا بنعمل معاها عمليه التطويل، في عمليه عمليه التطويل مسجله باسمنا برضو ملكيه فكريه، بنطول العضو الذكري على اساس ان احنا نعوض الفقد في الدعامه. يعني بدل ما العيان يفقد 2.5 ل 4 سم لا انا حافظ له عليهم او ياخد طول زياده كمان عليهم، بحيث ان انا اعوض لان اعوض له الجزء المفقود او الجزء اللي هو نتيجه الضمور حصل في الفتره اللي فاتت. في نفس الوقت برضو بنزود له السمك، لان الدعامه ليها مقاسات معينه بتعتمد على التجويف بتاع النسيج الاسفنكي، فما اقدرش ازيد عنه، لكن انا ممكن اقدر ان انا احقن له مواد مليئه او دهون معالجه بطريقه معينه تحت الجلد في العضو الذكري على اساس ان انا ازود السمك، لان دي بتفرق جدا معاه بالنسبه للاستمتاع في العمليه الجنسيه ونفسيته. وغالبا الناس اللي بتبقى جايه مثلا يقول لك انا مثلا بقى لي 7 سنين ما فيش ممارسه، منفصل بقى لي 7 سنين، ودي بتفرق كتير جدا طبعا جدا. طبعا احنا ما بنعمل الدعامه كمان بنعمل حاجه اسمها سبتيونيكال تكنيك، اللي هو تركيب الدعامه القديم كان بيحطم النسيج الاسفنجي. لا دلوقتي احنا بنحطه في المساحه الضيقه اللي هي بين النسيج الاسفنجي وبين الطبق اللي فوقه اللي هي التيونيك، بنحافظ على النسيج الاسفنجي، بنحافظ على النسيج الكهفي تماما سليم. ده ممكن العين ياخد فياجرا كده مع الدعامه. هو في الدعامه التقليديه لو خد دعامه او ما خدش النتيجه واحده، لكن مع السبتيونيك لو خد فياجرا النتيجه بتتحسن، لان الدعامه العاديه بتخلي الشخص 80 او 90% من الطبيعي، لما ياخد معاه فياجرا بتحسن الامور لحد كبير. امل كبير قوي يا دكتور بصراحه. لا هي طبعا هي فرق أمل كبير جدا طبعا للناس اللي عندها ضعف جنسي. طيب العمليه دي بقى بنج موضعي ولا بنج كلي؟ وامتى المريض وشكل الجرح يبقى عامل ازاي؟ وامتى المريض يقدر يرجع يمارس حياته
ويبقى حياته الطبيعيه الجنسيه امتى يقدر يمارسها بشكل طبيعي؟ هي كل العمليات بتاعه الرجل الذكري ممكن تتعمل ببنج نصفي او بنج كلي، وبعدها ممكن يتعمل ببنج موضعي. فالعمليه دي احنا نفضل نعملها ببنج نصفي طبعا، لانه بيبقى اكثر امنا للمريض، ما بيبقاش في الم بعد العمليه لفتره حوالي 6 ساعات. كمان البنج النصفي بيساعدنا لانه بيساعد على تدفق الدم في المنطقه دي، فبيحسن الامور شويه بالنسبه لنا بالنسبه لتقييم الحجم. العمليه بتاعت سرعه القصف وقتها حوالي يعني من 8 الى 10 دقائق. المريض بيخرج في نفس اليوم وممكن يبدا العلاقه الزوجيه بعد 3 اسابيع. العمليه بتاعت الدعامه بتاخد حوالي 20 دقيقه. المريض بيخرج بعد 6 ساعات من المستشفى. بس بيمارس، بص في الحالتين الاستحمام، قياده السيارات، العوده الاعمال ممكن في نفس اليوم في جميع عمليات العضو الذكري. بس في حاله الدعامه احنا بنعوز الدعامه، الجسم بيكون حواليها كبسوله، الكبسوله دي عشان تتكون بنحب يبقى ما فيش ممارسه لمده 40 يوم بالظبط، 6 اسابيع 42 يوم او 40 يوم. هو صبر بقى مده طويله، فال 40 يوم لا في كتير ما بيصبروش، في كتير عادي يجي لك بعد اسبوعين. لا بس هو لازم بعد الدعامه لا هو 40 يعني هي بتعدي لو عمل يعني. بس الاصح انه ما يعملش حاجه قبل 40 يوم. ليه؟ لان هو لو بدا الممارسه قبليها فضلا عن ممكن يحصل التهاب او تلوث او اول حاجات دي كلها، لا هو بيبتدي الكبسوله اللي بتتكون بتكون لسه ضعيفه فبتتمزق، عشان ترجع تتكون تاخد وقت اطول. فاحنا بنحب الامور تمشي بسلاسه. هو طبعا بيبقى المشكله عندي لو واحد مثلا عامل مثلا فرح بعد 30 يوم مثلا، واحد مثلا دكتور توفيق يكون مركب كده قبليها بشويه، هنقول مش مشكله 10 ايام دول او يعني تاجل الفرح حسب بقى حسب تاجيل حضرتك فدي تمشي. لكن ما يجيش مثلا واحد يقول لك ان هو مراكب دعامه هيبدا الممارسه مثلا في بعد يومين ثلاثه، ما ينفعش. هل في سن معين لاجراء الدعامه التعويضيه؟ لا هو طالما الحاله تستدعي يعني، احنا في ناس تسعينات عاملين لها وفي 17 سنه عاملين له، هو الحاله تستدعي. لكن هو طبعا انا ما يجيليش واحد مثلا مثلا 17 سنه ده كان متجوز من ارياف ومتجوز، ما يجيليش واحد 17 سنه ومشخصه انه عنده تسرب مثلا او عنده كذا وهو ما مش متجوز، طب هعمل له عمليه ليه؟ لما يجي يتجوز مثلا قبلها بشهرين ثلاثه نعملها له. انما يعني لازم يكون في طلب للعمليه، انا دلوقتي بعملها عشان يبقى في علاقه زوجيه. فانا لو جاي لي مثلا احنا اما جالنا واحد 17 سنه ده في العادي لو الواد ده مش متجوز انا مش هعمل له حاجه، لكن ده اتجوز ولقوا في مشكله فجابوه فحصناه الوضع كذا. ساعات يحصل حاجات بقى تانية زي يحصل مشاكل مثلا يعني ايه، في بعض الناس بتاخد ادويه، تاخد حقن من الصيدليات وتحقنها في القضيب، ودي ممكن تعمل انتصاب اكثر من 4 ساعات، وده بيعمل مشاكل وممكن تعمل تلف شامل في العضو الذكري، وهتضطر اجباري انك تركب له دعامه. تمام. حتى يعني فاهم يعني حتى واتيفر هو ظروفه ايه، واتيفر ظروفه ايه، الحل الاخير هيبقى دعامه. هيبقى يعني انت مهما عملت واحد اتنين تلاته في الاخر هتعمل دعامه. تمام. هل ممكن اعاده العمليه مره اخرى؟ يعني واحد ركب مثلا دعامه قعد 10 سنين يقدر يركبها يشيلها ويركب واحده جديده؟ هو نظري ممكن، بس ما فيش لازم بس كده. ده ما بيحصلش، هي بتعيش معاه طول العمر وما هي بتقعد مدى الحياه طبعا. انما انت تشيلها لو في سبب يعني مثلا عنده مثلا جاله لا قدر الله ورم في العضو الذكري، جاله في حاجات نادره الحدوث جدا، اصابه يعني فاهم حضرتك يعني، جاله في العموم هي تلقي ناري في العضو الذكري، لكن في العموم هي ما فيش اي حاجه، بتعيش معاه مدى الحياه. لا هي بتقعد مدى الحياه. احنا معانا صوره في الكنترول عايزين يعني نشوفها عن تقريبا عن الملكيه الفكريه لل دي ده النص العربي المترجم للي هو اللي هي بتوضح الدراسه فعاليه قص عضله البلبول سبونجيوزس على الناحيتين لعلاج سرعه القصف مع مثلث دلتا اسفر اسود ذكر لعلاج سرعه القصف وتاخير الوقت في الاشخاص الطبيعيين. دي ملكيه فكريه مترجمه ده النص العربي المترجم والرقم بتاعها، وده الختم بتاع الملكيه الفكريه هنا عشان ترجمتها، والاسم طبعا فوق علاء عبد العزيز عجلان اللي هو ممتاز اللي طالب الايداع بتاع الملكيه يعني. ممتاز. طيب يا دكتور، لو شاب بيعاني من صغر حجم العضو الذكري، في ناس كتير يعني بيولدوا وراثه بيه كده، هل في حل؟ هو تحت 15 سنه علاج هرموني وبيدي نتائج كويسه جدا في معظم الحالات، بياخد كورس كده 3 حقن مثلا وكريم او 3 حقن بس، بياخده مثلا كل 6 شهور او كل سنه، بيبقى مثلا 3000 وحده 9000 وحده 15000 وحده حسب وزن الشخص وعمره. فوق 15 سنه العلاج الهرموني ما بيعملش حاجه، هاف نورول يعني ملوش يعني ايه بقى دور نقدر نعمله ايه؟ لا في الحاله دي بيبقى عندك غالبا بتعوز تدخل جراحيه. تدخل الجراح انك بتعمل عمليه اطاله العضو الذكري وزياده للسمك، واحيانا تعوز تستخدم حاجه اسمها مواد القضيب او بناء الاكسباندر بعد العمليه في بعض الحالات اللي بتبقى صعبه شويه. العمليه بتفرق
كتير. واحيانا بعض الناس اللي بتبقى استجاباتها للعلاج الهرموني مش 100%، يعني بمعنى انا واحد جاي لي مثلا العضو الذكري عنده منتصب 4 سم، عملنا له علاج هرموني وصل ل 8 سم، ممكن نعمل له العمليه. تفرق كتير جدا لما يجي له هو 8 سم غير لما يجي له، ناخد له كام سنتي زياده غير لما يجي له هو 4 سم. ده معناه ان احنا ممكن ناخدها على خطوات. لا، هو ان استجابه العيان ايه يعني، في عيان بيستجيب للعلاج الهرموني. انا في مره في حاله كانت جايه من السويس، خد العلاج الهرموني اول حقنتين والدته بتقول حجم بقى كبير جدا وخايفه. الحقيقه دكتور علاء دايما بتدي يعني بتتكلم في نقطه مهمه جدا وبتدي امل للساده المشاهدين في حاجات، في مشاكل يا رب يكون ليها حلول وحلول سريعه. اتكلمنا النهارده على سرعه القذف وقد ايه في عمليه النهارده بتعالج سرعه القذف نهائيا، واتكلمنا على العجز الجنسي ودور الدعامات التعويضيه، وكان ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الاستاذ الدكتور علاء عبد العزيز عجلان، استشاري جراحة التجميل وجراحات السمنة وتجميل العضو الذكري ومدير المركز العالمي لطب وجراحة التجميل. نورتنا يا دكتور. آمين. مشاهدينا بكده بتكون انتهت فقرتنا، استنونا فقرات جديدة ومتميزة كل يوم من السبت الخميس من الساعة 2 للساعة 3 ظهرا، والإعادة الساعة 1 و7 صباحا. إلى أن نلقاكم، دمتم في رعاية الله.